صدقوني كنت بتمنى البابا تواضروس يطلع ويقول الخبر للمسيحيين ان السيد المسيح سيدهم نازل على السحاب على جبل الزيتون بعد ساعات معدودة في الايام اللي هم عايشين فيها، لكنه ما عملش كده. بس هنعمل ايه؟ الصغير يطلع يقول الكلام ده، السيد المسيح نازل على جبل الزيتون امام كل العيون وهيلم كل المؤمنين بيه من كل الارض. واللي بيحصل في المنطقة ده بداية الاحداث، بداية الاحداث، والحرب المصغرة اللي حوالين الموضع المقدس هتتوسع، وفي دول كتير حوالينا هتسقط حسب المكتوب في كتاب النبي زكريا من 2600 سنة. أنا مش جايلك بتكلم من نفسي، جايلك بتكلم من النبوات القديمة اللي بتتحقق دلوقتي، وشفت كل الكلام ده في رؤية ومعايا الدليل القاطع إن كلامي صدق، الكلام ده حقيقي. اللي عايز يصدقه يصدقه، اللي مش عايز يصدقه ما يصدقوش، لكن هتتحقق النبوة اللي مكتوبة: هوذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حرب ويوم القتال. الأمم الأربعة اللي هم أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين هيجتمعوا حوالين الموضع المقدس في الحرب المصغرة اللي بتحصل، والحرب دي هتتوسع وهتتحول لحرب نهاية التاريخ. طب إيه اللي هيحصل تاني؟ ويكون في ذلك اليوم إنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، هنخرج بره حدود التقويم وهيكون يوم واحد كألف سنة، يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، يوم خارج حدود التقويم، يوم الساعة فيها تقف حسب المكتوب. لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوما واحد معروف للرب لا نهار ولا ليل، بل يحدث إنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم إن الرب يكون ملكا على كل الأرض، هينزل على جبل الزيتون بسلطان ومجد عظيم وهيجمع كل المؤمنين بيه من كل الأرض ويديهم الملك على كل الأرض. والعلامة هقولها لك دلوقتي في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. إيه هي العلامة؟ بص يا سيدي، العلامة في الصفحة رقم 12 مكتوب في كتاب النبي دانيال نبوة خطيرة جدا بتقول لك بالتاريخ إيه اللي هيحصل بالتاريخ. بص بتقول لك إيه في الصفحة رقم 12: من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما. من وقت إزالة المحرقة الدائمة، إزالة المحرقة الدائمة دي اختفاء صليب يسوع المسيح عن عيون المسيحيين، فهيظهر جيل الارتداد الكبير، جيل الارتداد الكبير اللي بيحصل ما بين المسيحيين دلوقتي، وهيحصل حادثة. الحادثة دي هي الباب بيغلق، الباب، باب الرحمة بينغلق، فمجرد إغلاق باب الرحمة العالم مش هيستمر 1290 يوم، وانت شايف دلوقتي الناس عايزة تتوب ومش قادرة تتوب، قليلين اللي قدروا يرجعوا عن طريق الشر، قليلين قليلين جدا. فبيقول لك 1290 يوم، فبيقول لك من وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب. ركس المخرب دي البقرة الحمراء التي تعد عند جبل الزيتون من أجل ذبحها، ودي أقوى طقوس العالم، لأن دي بمعنى أصح بتلغي صليب يسوع المسيح. ليه بتلغيه؟ لأن السيد المسيح جه للشعب اليهودي واتصلب في أرضهم وأعطى لكل من يؤمن بيه غفران الخطايا، وكل من يؤمن بيه بياخد غفران الخطايا حتى الآن، وبيخش بيتكتب اسمه في سفر الحياة وبياخد تأشيرة السماء. لكن لما ينذبح بقرة حمراء في المدينة المقدسة فوق صليب السيد المسيح، دي معناها إلغاء لصليب السيد المسيح، وهي دي إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب. طب أول لما الحادثة دي تحصل إيه اللي هيحصل؟ العالم لن يستمر 1290 يوم حسب النبوة، حسب النبوة العالم مش هيستمر 1290 يوم بالرقم. بص بالرقم ايه بقى اللي هيحصل: في ذلك الوقت يكون ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ انشاء الخليقة. زمان ضيق، انت شايف ان الاخلاق وقعت، والاب بقى يستهين بابيه، والابن بقى يستهين، والابن بقى يستهين باخواته، والعائلات اتفرقت، والاصحاب بعدت عن بعض، والعائلات اتشتتت، وحتى الشعوب بقى فيها شبه مجاعات، شبه مجاعات، والحروب بقت منتشرة في كل الأرض، والوقت قريب. وانت عارف ان الوقت قريب، لان احنا مش عيبنا الجهل، احنا عيبنا التجاهل، فالوقت قريب. هي دي الرسالة اللي بقولها لك وبأكد لك بيها من الكتب المقدسة، وانا مش جاي اتكلم من نفسي، انا ولا طالب مجد نفسي، ولا طالب الشهرة، ولا طالب المال، ولا طالب ان الناس تعرفني، انا طالب ان توجه قلوب الناس يتغير من الظلام للنور، توجه قلوب الناس يتغير، وتعرف النهاية، لأن لازم يتكشف قدامك النهاية، لأنك أنت مش هتعرف تبدأ من غير ما يتكشف أمامك النهاية. وفي ناس كتير طالعة تتكلم في النهايات، في علوم النهايات، وهي مش عارفة بتقول إيه، لكن أنا جاي لك بالكلام الصدق، الكلام الحقيقي. الله ما بيعرفش المستقبل، الله بيصنع المستقبل، يعني كتب لنا الكلام ده من 2600 سنة، بس بيجي على بخته بيصنعه، بيصنعه.
بيصنعوا، لان هو بيقول وبيعمل. فالنبوات دي حقيقية وبتحصل في الايام اللي احنا عايشين فيها. احنا في اخر مسلسل من تاريخ الزمان، وفي اخر مسلسل المغامرة الكبرى، فاحنا على وشك ان نشوف المغامرة الكبرى دي. مطلوب مننا حاجة واحدة بس فقط لا غير، ان احنا نعترف بدم يسوع المسيح اللي انسفك على الصليب. كل من يعترف بدم يسوع المسيح بينول باسم غفران الخطايا وبيكتب اسمه في سفر الحياة. اما كل اللي بينكر يسوع المسيح فلن يكون له حياة بل يمكث عليه غضب الله، حسب اللي قاله يوحنا المعمدان من 2000 سنة. وعلى هذه الحقيقة بيقوم ويسقط كل انسان في الديانات الثلاثة في كل مكان. ان اعترفت بصليب المسيح تخش السماء ويكتب اسمك في سفر الحياة، ان انكرت صليب المسيح لن يكون لك حياة. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.